وين مهدي؟ اوه انت مهدي شنو؟ صفاء. لا مهدي البطل، ها مو صحيح؟ خلينا قاعد يا مهدي، شو تقول؟ يا الله بسم الله، شلونك مهدي؟ زين. زين؟ ايه. ايش عندك هنا؟ شلون جيت؟ كنت يم ابوي وامي عافتني، وابوي كان بالسجن. بالاخر ابوي طلع، كان يموت ابوي، بقيت بالشارع. الشرطه جابوني دار احداث، الاحداث جابوني بهذا الدار. كانت هاتك تلبية وهات سوت اذني هيك. امك؟ سوت باذنك؟ خلت لي راسي بالمبردة. بالمبردة؟ تتذكرها انت هاي لو ما تتذكر؟ اتذكر. خلتني على المبردة وخلتني راسي. شلون؟ قعدتني على المبردة، كان بالاخر خلت راسي بالمبردة. شوف 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 قساوة امه بعد شو مسوي بدانا. شوف. طبعا عمليات مسوي احنا مسوين هنا. سوين ثلاث عمليات إليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا. زين شنو السبب؟ شنو السبب ايش سويت خلت راسك بالمبردة؟ قال لي راح جدي. ما جبت. ايه؟ شافوني شرطة أخذوني. شو مرتك بالشارع؟ ايه. ايه. صار لك شقد هنا؟ هواش. شقد؟ وأبوك مات؟ أبويا راح الجيش ومات. أبو بالجيش مات، مو سيد شيماء؟ زين والدته ما اجت هنا في اليوم راجعة؟ بس إخواني. إخوانك ايش بيهم؟ جوي وبس ما أخذوني. إخوانك كبار؟ إيه. إخوانك كبار؟ زين سيد شيماء مرخصتك يعني أنا راسي فين؟ تعال حبيبي تعال. امه ابد ما راجعت ابد؟ لا لا ابد ابد ابد. هو الشرطه لاقيه بالشارع، طبعا الشرطه حولوه قرار قاضي للاحداث، من الاحداث حولونا يا هنايا. صار له قد؟ صار له ثلاث سنين، ثلاث سنين اربعه. شلون بالدراسه؟ يعني زين. انت ورده. ورده انت ورده. ها؟ شلونك بالبلاي ستيشن؟ تعرف تلعب لو ما تعرف؟ اي. ها؟ غرفة مال بلاي. ها؟ طبعا. شو تريد نجيب لك؟ ها؟ شو تريد؟ كاسر اليد مال بلاي؟ لا موجودة. تقول كاسرها؟ هذيك موجودة. شو تريد نجيب لك؟ واير. اي شيء. لا مو واير، راح نجيب لك بلاي ستيشن كامل.